سيبدو مبكراً اليوم الخوض في تكهنات ما سيجره انسحاق الطبقة المتوسطة في مصر، لكن الأكيد أنها في طريقها لأن تلتصق بالفقيرة، تصطف معها جنباً إلى جنب في مدخولها، في مصيرها وأزمتها الطاحنة. يفقد الجنيه المصري قيمته، يرتفع التضخم، فتزداد الأسعار، ومعها تزداد الحكومة في لوم الفقير على فقره، تطالبه بأن يعمل أكثر ويتحمل. يتحمل ماذا؟ لا نحن نعرف، لا هم يعرفون. يعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر، لكنه ومع انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وسط التفاوت الكبير في المداخيل ومستويات المعيشة، يصعب اليوم أن تحدد من هم الفقراء ومن هي الطبقة المتوسطة. تعرف الطبقة المتوسطة في علم الاجتماع بأنها الواقعة بين الطبقة العاملة والغنية، نصف كادحة إن صح القول ونصف أرستقراطية. هي الأكثر اتصالاً بالمجتمع، تتعلم تعليماً جيداً، تمتلك أصولاً ولو كانت قليلة، منهجها في العيش قائم على الاكتفاء الذاتي، مستثناة كانت من التكافل الاجتماعي. لكنها وفي السنوات العشر الأخيرة وجدت نفسها الأكثر سداداً لفواتير مصر السياسية واضطراباتها الاقتصادية. تقول وكالة الأنباء الفرنسية إن شبح الفقر يقترب من أفراد الطبقة المتوسطة بمصر في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة وسط خفض قيمة العملة والتضخم المتزايد، ما يدفع أفرادها إلى تغيير نمط عيشهم بصورة جذرية. فيما يبلغ متوسط الأجور في مصر وفق أحدث دراسة نشرت في العام 2020 69,000 جنيه سنوياً، رقم على الحافة يتخطى معدل خط الفقر الذي حدده البنك الدولي ب 3.8 دولار يومياً للفرد الواحد. ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس آذار الماضي، ارتفع التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج إلى 24.4%، وزادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 37.9% حسب الأرقام الرسمية. خبراء صندوق النقد الدولي يقولون إنه وفق برنامج القروض لعام 2016 كان من المتوقع أن تخفف مصر من تأثير الإصلاحات على الفقراء عبر استخدام جزء من وفرات المالية العامة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، لكن مراجعة للإنفاق العام أجراها البنك الدولي في سبتمبر أيلول 2022 وجدت أن الوفرات في الميزانية لم تترجم إلى زيادات حقيقية في الإنفاق على برامج المساعدات الاجتماعية، والتي ظلت مستقرة عند حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020، وأن الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي منخفض جداً مقارنة بالمعايير الدولية وآخذ في التقلص. في المقابل تتعالى أصوات حكومية بتوصيات لمجابهة خطر الفقر القاسي: اشتروا رجول الدجاج، لا تشتروا الزيت من المتاجر الغالية، امتنعوا عن هذا وارفضوا ذاك، واتبعوا خطة التقشف التي سموها مجازاً بالإصلاحات. أصوات خارجة من نوافذ قصور عالية تطل على الشعب من خلف أسوارها البعيدة جداً وتأمر. نكات الرئيس ما عادت تقنع أحداً، ما عادت تطرب. هز الفقر الطبقة الوسطى وسحق الفقيرة المسحوقة أصلاً، والخوف من رد فعل الجوع فهو أكثر ما يجمع الناس.